مرحبا بكم معنا، معكم ايمان من مجوهرات فاشين. كيف ما عودناكم ديما بالجديد، اليوم جبنا لكم هاد لاباك دو مارياج اللي كتجي على هاد الشكل، كتجي رائعه، فيها سوليتير اللي هكا عاليه بجوج صفيفات ديال الحجر، والاليونس ديال البنانه اللي كتجي بحجيرات بيان سيرتي. نحاول نوري لكم عن قرب لاباك. كيف ما كتشوفي معايا كتجي بحال هكا، كتجي غزاله وانيقه في اللبسه ديالها. الجنب ديالها كيجي هكا من اللور، كتجي على هاد الشكل صح والعماد. الطابع ديال الديوانه كيجي هنا من الداخل، كتجي بحال هكا. واللبسه ديالها كتجي شيك وانيقه بزاف، كتجي بحال هكا، شي حاجه عاطيه العين رائعه. كتجي هكا هذاك لاباك، كتجي بومبي وسوليتير كيجي هكا طالع، ومن الداخل كتجي على هاد الشكل، ومع الحنه كتجي يا سلام. كنتمنى ان لاباك اللي اقترحت عليكم اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا بغيتو تعرفوا لي زانفورماسيون على غادي تلقاو كلشي في لاباك دانفورماسيون. ما تنساوش تكليكيو على جرس الحدا ابوني باش تبقاو توصلوا باي فيديو حطيناه في لاشين ديالنا، ومرحبا بكم معنا. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا، وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك. و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.